مشكلتي في الناحية التانية، 50% التانية، لو هو كذاب. لو هو كذاب عندي احتمال من اتنين برضو، يا إما كذاب وهو مش عارف، مش دريان، يعني بيقولها وهو مصدق نفسه. يعني ايه بيقولها ومصدق نفسه؟ كان عندنا واحد هنا في أكبر ميدان في الميادين بتاعت البلد، ماشي لافف علم أمريكا على وسطه وماشي يقول أنا جمال عبد الناصر، والعلم عمال بيدوس عليه في الأرض، والناس تقول سيبوه سيبوه، ده راجل مجنون، محدش بيعمل له حاجة لأنه مختل عقليا، بيقول حاجة هو مصدقها ويقول أنا جمال عبد الناصر، وكلنا عارفين إن الرئيس راحل من زمان، رحل من زمان، وعارفين إن جمال عبد الناصر مات. فكونه هو يجي يقول ويكذب ويقول أنا جمال عبد الناصر، بس كذبه نتيجة إن عقله ذهب فأصبح مختل عقليا، مش مدرك اللي بيقوله ده صح ولا غلط، لكن بيقوله عن صدق هو مآمن بيه. أو ممكن يكون كذاب وعارف، يعني بيدعي ما ليس له، بيقول أنا ربنا ومش هو ربنا، ويعلم الناس تعليم وهو ما بيعملهاش، أول واحد ما بيطبقهاش. بس الراجل اللي بيدعي ده أول ما يجي البوليس يروح ماسكه عشان ادعائه ويقول لك ما دام أنت بتدعي بكده إحنا هنموتك. ساعة الموت يا روح ما بعدك روح، خلاص. أقول أنا عيل، أنا عيل، ده أنا بضحك على الناس دي، ده أنا بقول أي حاجة لأي حاجة وأرجع في كلامي. لكن لو صممت على الادعاء بتاعي ورضيت ان هم يقتلوني يبقى انا احمق، موتت نفسي عن طريق كذبه انا اللي مألفها، يبقى انا رحت ببلاش، انا ألفت كذبه وسبتهم يموتوني، يبقى مانيش شهيد، مانيش بطل، ده انا مألف كذبه ومت لا قيمه له. الراجل سي اس لويس ده قال لك خلينا نطبق ده على السيد المسيح مع الاعتصار الشديد. السيد المسيح احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان هو قال انا الله في الاجتماعات الخاصة الصغيرة، لكن على مستوى الكل كانت اعماله وتصرفاته وكلماته بتدل ان هو ده ربنا. انسان بيقول انا الله، يعني هو بيدعي، يجي يعلم تلاميذه ويقول لهم ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير، وهو اول واحد كذاب بيقول حاجة مش بتاعته، لهم أنا الله. لو يجي يقف قدام بيلاطس وقدامه بيحكمه وقول له الناس بره بيقولوا أصلبك، قول لي الحقيقة وانت عارف ان ليا سلطان أصلبك وليا سلطان أن أطلقك. لو المسيح بيدعي هنا كان يقول لك جالك الفرج، يقول له أنا فعلا بدعي، أنا فعلا كذاب، يقول له طيب اطلع بقى من باب المطبخ هنا لأن الناس هنا واقفين هيمسكوك ويصلبوك، زوغ أنت من هنا وأنا هتصرف معاهم. لكن أفاجئ أن السيد المسيح مع الموقف بتاع بيلاطس ما ردش الموقف أو بالرد اللي احنا متوقعينه ده، وقال لا مالكش عليا سلطان إن لم تكن قد أعطيت من فوق. ده أنا اللي ليا سلطان على نفسي أن أضحى وليا سلطان أن أخذها أيضا، لا يأخذها أحد مني، لذلك يحبني أبي، لي سلطان أن أضحى ولي سلطان أن أخذ أيضا. ده أنا جاي لكده، أنا جاي عشان أموت، أنا ما بكذبش لأن أنا فعلا الله. يبقى إذن المسيح ما كانش مجنون في أي مرحلة من مراحل حياته عشان نقول كان بيقول الكذبة وهو مصدق نفسه. مصدق نفسه يعني مختل عقليا، مختل عقليا ما كانش المسيح كده، ده المسيح شهدوله وهو لسه صغير لما كان يروح يقف في الهيكل ويبتدي يجادل رؤساء الكهنة والكتبة، ايه ده انت مين وتعلمت فين عشان الكبار دول المشايخ كل واحد عمته قد كده وكل واحد متعلم عند احسن معلمين اليهود حفظة الناموس، جاي انت حتة العيل تقاوح مع الناس الكبار دول ويفحمهم، يقولون من اين له هذه الحكمة. ويجي الناس اليهود يبقى حاولين يصطادوه في انه يوقعوه في الكلام، كلام كتير قالوه عشان يوقعوه. ندفع الجزية لمين؟ الجزية كانت ايامها بتدفع لقيصر، لو ده قال لقيصر يبقى ده مش جاي من عند ربنا، لو قال لربنا يبقى ضد قيصر، فكلاهما مر. يوم السيد المسيح بكل حكمة ومنطق يقول لهم فين العملة اللي انتوا بتدفعوها لقيصر؟
يقولوا له اهي الله صورة مين ده؟ ده صورة قيصر. خلاص اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يا خرابي ده طلع من المطب زي الشعرة من العجين. كلي الحكمة، معقول ده يكون راجل مختل عقليا؟ كلماته، كلام السيد المسيح اللي كان دايما يقوله، كان بيتاخد لحد النهاردة قول مأثور الناس بتمشي عليه. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، ويكتبوا لنا كده بين قوسين قول مأثور، وما يرضوش يكتبوا إن المسيح اللي قال ديت، مش كده؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وما يقولوش ده مين اللي قال دي. يبقى الكلمات المأثورة اللي اتخذت من فم المسيح اللي بقت 2000 سنة بناخدها كده كموديل نمشي عليه، تطلع من شخص مجنون؟ يبقى لا كان مجنون ولا كان بيدعي ما ليس له، الاثنين مش منطبقين عليه. يبقى 50% الفرضية الأولانية إنه كذاب مش موجود. يبقى ما عنديش أنا الاحتمال واحد وحيد إن هو الله الذي ظهر في الجسد.